أيها السادة الكرام، أيها المتابعين، اليوم غير مرة 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 غير. فكرة طلعت لي من العدم مع العيال اللي بتشوفونهم الآن قدامكم. يمكن في الثلاث شهور هذه اللي فاتت، والله يا جماعة أنا هذا أكثر مقطع متحمس ردة فعل اللي بتصير فيه. وش اللي بيصير اليوم يا جماعة؟ راح تشوفون يا جماعة 15 واحد من اليوتيوبر صناع المحتوى اللي ببور يداهمون الناس بتويتش. ومو أي مداهمة، راح نسوي سيناريوهات الشخص يلخم ما يدري إحنا حقيقيين ولا بوتات. راح يشوف 15 واحد عنده صح جنب اسمه. ومو بس كذا، اي واحد لابس باور او لابس السكس بي دخلنا عليه ولقيناه يبث في اللبس راح تكون مكافأته غير. سنعود بعد قليل. شكراً جيشن امباكت لرعايتكم هذا المقطع. لأول مرة يا جماعة أعلن لكم اللعبة موجودة على السوني بلاي ستيشن وعلى الكمبيوتر البي سي حقك وعلى جوالك الأندرويد والآيفون، كل الأنواع موجودة، اللعبة موجودة. جيشن امباكت يا أخواني هي لعبة عبارة عن عالم مفتوح من نظام الـ RPG، تقدر تلعبها لحالك أو بالطور الجماعي مع أخوياك. وأيضاً اللعبة قيمت من IGN 9/10، تقييم مرتفع جداً. فكرة اللعبة هو عالم تبدأ فيه مغامرة وقصة لها هدف معين، وفي شخصيات وقوة قتالية كثير مرة. وتبدأ وانت تستكشف العوالم، تقابل ناس تقاتلهم، وأيضاً في ألغاز لازم تحلها. وأفضل حاجة فيها أنك تقدر تلعب مع خويك، توصلون مع بعض، تختمون مع بعض. بالنسبة لي أنا يا أحمد، أفضل شيء عجبني يا جماعة أنك تقدر تلعب أنت يا بالجوال مع البي سي مع السوني، 4 من أخوياك كلكم تلعبون في مناطق مختلفة وتختمون وتوصلون مع بعض. لكن تأكد أن ليفلك 16 عشان تنفتح لك الخاصية هذه. ما أبغى أطول عليكم يا أخوان أكثر من كذا. جينشن إمباكت رابط تحميلها تحت، حملوها واستمتعوا فيها، وكثار يوتيوبر تكلموا عنها. صلوا على نبينا محمد. في الختام أترككم مع المقطع، لا تنسوا لايك والاشتراك. طمعاً الله عدنا. كما طوع عليكم يا اخوان، تاكد انك ضغط زر اللايك واكتب لنا افكار نقدر نسويها بهذه الطريقه تحت بالكومنتات. تاكد انك مشترك. نسمي بالله يا رجال يا اخوان. يلا 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 يلا. ايه في واحد عنوانه SXB نار. اي والله SXB نار. طيب جاهزين يا جماعه؟ حط اللينك حط اللينك. يلا يلا فرس 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 فرس. حط SXB على التيشيرت حقه. ايوه ايوه دقيقه دقيقه. طيب ليه احمد انت غردت؟ لا انا قلت جهزوا اللي بتصير مداهمة. والله يفهم. الآن الكل بدون استثناء يجهز. السلام عليكم. يجهز. السلام عليكم. أوكي السلام عليكم. السلام السلام. لازم أكتب السلام عليكم. أي لا حد يرسل. انتبهوا. 2 3 التغريدة اللي حطناها هو بدو 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 يا كاتر. وعليكم السلام. الخم الخم يا ساتر. روح على فورتنايت. تبغى واحد ما يدري عن اي شيء؟ تمام. حسد لا بالله ابو عابد نمر عليه. يلا 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 نمر عليه. نمر عليه نمر عليه يا عيال. لا تدخل عليه بحسابات بالكلام الروسي. طق طق. يلا يلا ادخل الكلام الروسي يا عيال في شات. شون 2 اقدر اجيبه هنا. 3 لا حرام يمه ليه يا ساتر يا ساتر. يا الروسي انت وياه مره ثانيه. بعد الثالثه بعد الثالثه مره ثانيه. قلتون انتم ثلاثه اربع باور يصورون عندي. يلا ارسل ارسل ارسل. طيب اسمعوا، نقول كل عام وانتم بخير. مع السلامه. كل عام وانتم بخير. لا 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 اصبر اصبر اصبر. كل عام وانتم بخير يا الصلعه. تكفى من عندي من عندي روح. كل عام وانت. ثلاثه يا عم انت بخير اصلا. انت بخير اصلا. قاعد يحرككم قاعد يحرككم. يقول كلكم نفس الجمله. والعيال مع السلامه يا المحتوى. ها 2 سترايك. والله فكره. 3 فكره. مع السلامه يا المحتوى. واحد صغير صغير مره يعني. عنده 2 ايش تبغون نلعب؟ ايش تبغون نلعب؟ يقول عيال خلنا نكتب اللعبه. خلنا نكتب العب ببجي. 3 كيف الحال؟ يا ابن الذين الباقين. دقيقه اكتبوا له اكتبوا له. واحنا ناصر. طيب الباقين من انت؟ لحظه من انت؟ تقول اسمي تكفى رايد.
جد خل باور هنا لحظة نسوي ريكورد لحظة يا عيال بعطيكم الدعم المادي شكل عندكم فلوس يلا يا جماعة حط كود SXB SXB دقيقة لا وين الله يتغير الرقم الآن SWY يا سلام يا سلام يا سلام سوير شكرا SWY SXB ادعمني يا عيال يا عيال ادعمني يا عيال وبدأ معروف ترى زبيب كذاب نعال بنرسل السلام عليكم يا مطوع نص طيب يلا ايوه ايوه ترى ما يحبها ثلاثة انا ماني عنصر انا ما سب انا الشيل طيب سالفش ما كملت يا هدير تجيب مريم احمد شوف انا بسالك سؤال عشان اتاكد انا بدون ما اسالك انا برسل لك رقم في الواتساب يلا يلا يا عيال كلكم اكتبوا 89 كلكم 89 ثواني 89 واحد اثنين ثلاثة اسمعي اسمعي يا بالله الرابط الرابط تكفى حطه حطه الرابط تعدين ولا لا مستعدين يقول دي يقول هذا الشاب هذا الشاب هذا جايب نيسان باسه ذا ولا تجن هذه وش ذي ايش قاعد يسوي يا شباب يا اخي يلا عد الدهمل من عندنا ثلاثة يا عيال ها اسمعي انتم واحد يا بارد الوجرات قاعد يحقد عليك يا عيال شيكم ليه ما كتبتوا يا عيال الشاتم قلتش حرام مو كلنا جماعه اجينا مع بعض مره ثانيه بعد الثلاثه مع السلامه مع السلامه بتنفصل ايش اللي ما يدري يعرف شخصيته عسكريه بجراند فعشان كذا شاتم سبت قبلنا شباب ايش الشات ايش الشات شعرفهم بالعكس ما ادري تم الفصل خلوني انا ابداها حلوين عشان ينخرش انا موجودين بالبث طيب ثلاثه ارحموا الله يجعل ترحم ملايين ورحب الالوف يا ساتر احنا تحتنا في المستشفى يا ساتر يا ساتر يا اخي والله يجعل ترحم ملايين يا علا اكتبوا كيم انتوب ها انه شرف بالعربي جد 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 كيم 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 انتوب تحيتك وين ايه بقول تحيتك وين انزل لا انزل واستعد انزل استعد يا ساتر امت جهة الجنوب يا ساتر يا ساتر انزل استعد امرك لا 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 استريح لا استريح لا استريح لا استريح لا تستريح لا تستريح
تريح بعد ثلاثة واحد اثنين ثلاثة قول استريح بعدين افك كل هذا لا تستريح والله ما استريح يا رجال يا رجال يا ساتر سأرد لكم الجميع يا ساتر يا ساتر يا جيف شكرا خلاص اكتب له كل عام وانت بخير ومع السلامة اللهم امين حبيبي اسأل الله ان الله يسعدك ويرزقك اضعاف اضعافها شكرا 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 بحجم السماء في واحد في واحد يصور مقطع يوتيوب هذا 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 يجي يفتح ضمة وش مشكلتك يا كيف عادتك الفولو اوريك الو 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 خشب الثلاث واج سيري بور ركان تفك شو عن الزياد هو جابر الو جابر يلا وش خلي صار مقطع نعال اكتب لي عادي نطلع عادي يصور معك خشب الثلاث شوف شوف الثلاث جاي تصور معاك تعال 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 صور يلا دزو دزو تعال تعال والله ما بيك يلا تعال تعال ما بيك سحب عليهم يا عيال قلبون الله يسعدك جينا رب والله يدي ترجف الكام يرجف يا عيال الكام يرجف والله يدي اقسم بالله تحصل فيها شيء دخلها جان جنيس 50 دولار 6B لا تنسى اي والله 6B الو 50 دولار يا حليل الله يسعد يا شيخ الى هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع اللطيف هذا كل عام وانتم بخير شكرا للعيال حقين باور كلهم شكرا لكم على المشاهدة صلوا في الختام على محمد عليه افضل الصلاة والتسليم كل عام وانتم بخير مرة ثانية السلام عليكم